أنهى اليوم المشاركون في اللقاء حول مبادرة حوض بحيرة جاد المنظم من قبل الفيدرالية الدولية لمؤسستي الصليب الأحمر والهلال الأحمرين، حيث تحدث الرئيس عن أهمية هذه المعطيات. نتابع حديثه في ميكروفون الزميل آدم حسن المكاوي. عندنا خمسة سوسيتي ناسيونال القاعدين نتعاملوا في بسين لاك تشاد. أنينا لمينا أول في أبوجا، بدلنا أردنا شنو نقدر نجوبو عشان نساعدو ناس المنكوبين في باسيانا لاك تشاد. للأسف قالنا كي شيء ما في شيء، المنظمات جابوا لنا عشان نمشي نودوم لي عندك منكوبين، ده ما في إلا كوميتي انترناسيونال أنا كرواروش بنادو سيسير ويا أعمل مع كرواروش عشان قادي هناك تقدر تعاونهم للمنكوبين وللرفيجي وللديبلاسي والناس اللي هم اختغزبلهم للناس الجلوم. يعني ناقشنا كل الموضوع وجينا وافقنا في الشيء اللي نقدره في أيام الجايين ده نقدر نودوها لعندك ده عشان نخفف لهم التعب الناس هم عايشين فوق ده. عشان شنو؟ علمي ذاته كله علمي النديف ما بيشربوا، علمي ده كله علمي انا بيار، وعلمي تعرفوا كان علمي ده وبس مشكله اي شيء كله. علمي مرض بيجيب شنو؟ كوليرا شنو ده كله من الماء، الماء كما كويس ده لناس ده بيسبب لهم امراض وما يقدر. ده الثاني وبيجي هذا اكلات اكل ده كله ما كفايه. تقول كيف يقدروا يساعدوهم للناس عشان يقدروا يعيشوا، وبعدين كمان ندربهم كيف هم سياده كي كان لقوا امكانيات شياده يقدروا هم سياده يخدموا ويأملوا نفسهم.